نروح بقى للخبر التاني اللي معانا النهارده، حيث قال محمد سعد رئيس الاداره المركزيه للتعليم الثانوي رئيس عام امتحان الثانويه العامه انه تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد لامتحانات الثانويه العامه دور تاني، مشيرا لان جميع الكنترولات على مستوى الجمهوريه تقوم الان بمرحله المراجعه النهائيه. واكد سعد ان الدكتور محب الرفعي وزير التربيه والتعليم سيعتمد النتيجه اليوم الثلاثاء وسيتم توزيعها على المدارس غدا الاربعاء. وطبعا انا الحقيقه بتوجه بطلب شخصي ورجاء لسيادة الوزير النظر مرة أخرى في قضية مريم، وأرجو ألا تصلنا في القضية على أنها قضية طائفية أو فئوية، هي قضية طالبة مصرية، فنرجو إعادة النظر فيها مرة أخرى.